حلقات البحث بدنا نسلمها الشهر الجاي. ايه لسه في وقت. طبعا انت بتيجي باخر اسبوع وبدك مساعدة. شو ساوي غير هيك؟ عن اذنك عندي ضيف. ماشي بشوفك. مرحبا. اهلين. شايف بشرة عم تشغلك عندها ساعي بريد. اتصلت فيك قبل ما اجي بس ما ردت علي. كنت حاطه على الصامت. توقعت انك هون مشان هيك اجيت. في شغلات لازم اقلك اياها. اسمعيني، اذا بدك تحكي معي مشان بشرة بنصحك لا تحكي بنوم. بشرة مسافرة، رح تطلع من حياتك نهائيا. لا، صرت سامع الحكمة اليوم مرة، امبارح كمان اتصلت معي وقالت لي نفس الكلام. صراحة مليت من هالموضوع كتير. صدقني اتصلت مشان تودعك لأنها مسافرة. لا تعمل حالك ما عندك خبر، أكيد أنت اللي دبرت لها هي السفرة مشان تتخلص منها. شو عم تحكي؟ أنا ما عاد ساوي شي مشان بنوب. على كل هي مسافرة، المكتب بعتها لباريس. للأسف ما رح أدر إلا مع السلامة. لا تكون قاسي لهالدرجة، أنا كنت مثلك بالبداية، بعدين عرفت كل الحقيقة. ما بتتصور قديش كانت عم تتعذب وساويت كل هالشي بس مشان تخفف عذابها. صدقني هي ندمانة كتير هلأ، وحلمي أونال ما عاد موجود بحياتها. بس كانوا لابين لبعض. لو لعمك عدنان بيك ما سحب الدعوة كانت هي لهلأ بالسجن. ليش عمي سحب الدعوة؟ ما بتعرف هالشي؟ لا، بعدين الموضوع ما بيهمني. أنا ما فهمت هلأ أنت ليش اجيتي لعندي؟ مشان أعطيك هاي. حبيت ترجع لك الخاتم قبل ما تسافر. شكرا. وهلأ الحمد لله على سلامتكم. صار لازم روح بخاطرك. مع السلامة. Thank you.